طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ محاضرة اليوم، وهي الجزء الثاني من الفصل الثالث، اللي هو شنو؟ الأنشطة اللوجستية المتعلقة بإدارة المخزون. وكما تعلمون يعني الفصل دسم جدا وفيه تعديلات أنا رسلتها على البلاك بورد، سواء كان من المذكرة نفسها أو في الباوربوينت اللي أنا عملته ورفعت لكم كبي دي اف، تجدونها إن شاء الله. تمام. إن شاء الله المذكرة تحت الفصل القادم يكون فيها تعديل، الناس اللي حيرسي ويقعدوا معانا إن شاء الله يلقوا التعديل جميل جدا وكذا لكل الراسمين يعني. فاللي عايز يشوفها بصورة جيدة ممكن شنو يرسم ويجيني المرة الجاية إن شاء الله، نعدل المذكرة في المكتبة ويلقاها جميلة جدا. إن شاء الله كلكم ناجحين وما في حد يرسمها، لازم تجتهدوا. فالفصل دسم جدا لأنه هو أساس يعني هو زي ما بقولوا جوهر المقرر، مثلا تحت المخازن إدارته وتفاصيله. غطينا الجزء الأول منه، حس أنتم شغالين في مسألة إن شاء الله حاولوا أنقلوها كم مرة عشان تخاطب العقل الباطن وترسخ، وحتى إذا حصل فيها أي تصرف تستطيعون أن تحلونه. تمام؟ دائما حل المسائل بنقلها، نقل المسائل المحلولة. كل ما أكثرت من نقل المسائل المحلولة كل ما جودت المسألة. المسألة فيها بعض بلغتكم طبعا بعض الخريطة المريت، لكن حاولوا اجتهدوا أنقلوها وشوفوا الحاصل في إيش. الدي دي إذا انتبهتوا، الدي دي للألف ومئتين طلبية في السنة. الدي يقصد بها الألف ومئتين طلبية اللي تجي في أول المسألة. إن شاء الله أنا بشرحها وبرفعها لكم، بشرحها بالتفصيل وارفعها لكم على شنو؟ على البلاك بورد، وأرسلها برضو في الجروب. خلاص؟ فإن شاء الله نحاول نشوف الجانب النظري لهذا لموضوع المخزون. غطينا جزء كبير منه، غطينا الحمد لله رب العالمين، غطينا نشوف غطينا إيش من الخريطة المفاهيمية، غطينا مفهوم إدارة المخزون، جميل، تغطية كاملة، وغطينا مفهوم المخزون تغطية كاملة طبعا لأنه في زحمة، نمرة ثلاثة هنا، جميل، وغطينا مستويات المخزون بتفاصيلها، جميل، وأنواع وأشكال المخازن، أنواع وأشكال المخازن غطيناها بتفاصيلها. اليوم في هذه المحاضرة إن شاء الله حنشتغل أهمية إدارة المخزون، جميل، وحنشتغل تنظيم إدارة المخزون، أهمية تخزين إدارة المخزون، العلاقة بين إدارة المخازن والإدارات الأخرى، جميل، العلاقة بين إدارة المخازن والإدارات الأخرى، مسؤوليات ومهام إدارة المخازن، جميل، والآثار المترتبة على عدم كفاية وظيفة المخزون، والآثار المترتبة على العناية بالمخزون، جميل جدا، وحنشوف شنو مركزية ولا مركزية المخزون، وآخر شيء لأنه دي دسمة جدا حنخليها لمحاضرة الأسبوع القادم. تمام يا شباب؟ يبقى عندنا اليوم إن شاء الله أهمية إدارة المخزون وتنظيم إدارة المخزون والعلاقة بين إدارة المخازن والوظائف الأخرى ومسؤوليات ومهام إدارة المخازن والآثار المترتبة على عدم كفاية وظيفة المخزون والآثار المترتبة على العناية بالمخزون، على عدم الكفاية وعلى العناية، وأخيرا هل المخازن تكون مركزية أم لا مركزية. هذه الموضوعات الحقيقة المحاضرة دسمة، فأنا هحاول أمر عليها سريع، ما فيها شيء يعني، بس عايز شوية مذاكرة يعني، شوية مذاكرة وانتباه. هنشوفها سريع، اللي هي نحن حنبدأ زي ما قلنا بأهمية إدارة المخزون. أهمية إدارة إيش؟ المخزون. عليكم السلام يا أخي، ما يبقى تجي بدري، يلا شوف أبشر، اللي ما تقدى غلط ده أنا بتزعلني بالله عليك، الله خلي أبشر بتاعتك تقدى غلط، ما تبقى بس أبشر أبشر وتدخل بعدين في تكفى، وأنا تكفى ما عندي. خلاص يلا يلا شباب نبدأ. زي ما أنتم شايفين أنا هأمر سريع،
دي شنو أهمية إدارة المخزون في شريحتين تتكلم عن أهمية إدارة المخزون. قال إدارة المخزون هي إحدى الأدوات التي يستخدمها أصحاب الأعمال. لماذا؟ لتقييم الأداء لمؤسساتهم. إدارة المخزون كيف؟ باستخدام البرنامج المناسب يمكنك تتبع مستويات المخزون في أي لحظة والتأكد من أنك على المسار الصحيح لتحقيق الربح والنجاح. استخدام تقنية إدارة المخزون ضمان الحصول دائما على كمية وجودة المنتجات المتاحة لعملائك. تعد برامج إدارة المخزون 1 ذات قيمة خاصة للشركات ذات الميزانات المحدودة، ويمكنك تجنب خسارة المبيعات في متجر من الطوب وغزائف الهاون أو متجر التجارة الإلكترونية، لأن لديك دائما الكمية المناسبة في متناول اليد. في الوقت نفسه تتجنب مشاكل مثل التلف والإنفاق المفرط على المخزون الذي لا يمكن تغييره. دي نقطتين نتكلم عنهم في إدارة المخزون. أول حاجة يعني إدارة المخزون أداة ممتازة جدا يمكن أنك تستخدمها يعني شنو في تحقيق المسار الصحيح لأنك تحقق الربح بتاعك. جميل. فكل ما استخدمت البرامج المناسب لإدارة المخزون كل ما أدى ذلك لأنك تكون أرباحك عالية وأنت ماشي في المسار الصحيح. وهي بالضبط إدارة المخزون بتقيم الأداء بتاع مؤسستك. لها دور كبير جدا في تقييم أداء المؤسسة. كمان زي ما هي بتحقق الأرباح الاختيار الصحيح برضو التقنية الممتازة لإدارة المخزون اللي استعملت. طبعا إدارة المخزون دي بالمناسبة زي برامج إلكترونية ممتازة جدا. يا ابني هناك أنت ما شغال قاعد مع الجوال ليش؟ ها؟ ها؟ أبو طاقية أيوة أنت ليش؟ يا أخي أنت تقعد ساكت ما عندك ورقة؟ أمشي شوف لك ورقة، شو أدولي ورقة وشوف قلم تقعد تلعب لي بالجوال يعني؟ شوف لك ورقة واشتغل. إيش اللي ما عنده ورقة؟ أديله 10 ريال بعدين حول له على حسابه في الراجحة وأنا حول لي 5 النسبة بتاعتي. خلاص؟ من أنت؟ من أنت؟ ها؟ عبدالهادي. يلا عبدالهادي. فقلنا إيش يا شباب؟ الله شوف التسلسل بتاع الأفكار. دي إدارة المخزون بتقيم أداء مؤسستك، بتحقق لها الأرباح، أنت بتوفر منتجك الممتاز لعملائك، في نفس الوقت أنت بتتجنب الخسارة. يعني مثلاً في متاجر زي الطوب شفت كيف؟ وغزائف الهاون جميلة، أو حتى المتاجر الإلكترونية دي طبعاً متاجر ممتازة جداً يعني مهما خطيت بس بيكون في شنو؟ هدر لأن قروشك عامل يعني مخزن أشياء أكثر من اللازم أو يكون في نقص. دي المشكلة الخسارة هنا. والشيء الثاني يعني متناول اليد ما معناه أنت توفر لحد ما يكون السيولة بتاعتك كلها مخازن. برضو يعني الإدارة الممتازة للمخزون بتجنبك التلف والإنفاق الهدر المفرط. تمام. الشريحة الثانية لأهمية إدارة المخزون يا شباب تتحدث عن ماذا نشوفه. قال يمكن لإدارة المخزون أن تقلل من تكاليف حمل فائض المخزون في المستودعات مع زيادة المبيعات إلى الحد الأقصى. تعد إدارة المخزون من حيث إدارة مراقبة المخزون ومطابعة النقص والزيادة في عدد من المنتجات من أكثر وأهم الأمور التي يمكنها التأثير على كفاءة العمل أو النشاط التجاري. فقد يحتوي المخزون على مواد خام وسلع تامة الصنع ومخلفات عمليات التصنيع ومواد التغليف وقطع الغيار الوقود التجهيزات الخاصة بالوزن والنقل وغيرها. فالمخزون من أهم الأصول التي تمتلكها المنشأة، لذلك يجب الاهتمام بإدارة مراقبة المخزون بشكل جيد عن طريق ما يسمى بنظام إدارة المخزون، نظرا لأنه يساعد 1 بشكل كبير على عملية إدارة أنواع المخزون المختلفة، بالإضافة إلى أنه يوفر الكثير من الوقت والجهد الذي تستغرقه الأساليب التقليدية.
فزي ما انتم شايفين إدارة المخزون لا دور كبير جدا في تقليل الفائض من المخزون. يعني ما المخزون بتاعك يكون فائض ومخازنك ممتلئة بحيث انه عندك كمية من السيولة بتاعتك مجمدة، شفت كيف؟ مجمدة في المستودعات والمخازن. كمان هو بيخليك شنو؟ تضبط مبيعاتك إلى الحد الأقصى، لأنه انت إدارتك للمخزون مراقبة، إدارة مراقبة المخزون بتاعك لا دور كبير جدا في انه ما يكون عندك سيولة مخطوطة كفائض، وفي نفس الوقت ما يكون عندك نقص يؤثر على المبيعات ويخليك تصل إلى أقصى مستوى من المبيعات. وإدارة مراقبة المخزون لا دور كبير جدا على كفاءتك كعمل تجاري. والمخازن دي أنواع، في مخازن زي ما شايف أنت مواد خام، سلع تامة الصنع، دار توزعها، مخلفات التصنيع. في بعض بعض الصناعات فيها مخلفات بتاع التصنيع أنت لازم تتخلص منها عشان ما تعمل إعاقة أو إصابة للعاملين داخل المصانع بتاعتك أو داخل النشاط بتاعك، موادك بتاعت التغليف، كل هذه الأشياء تعتبر شنو؟ مهمة جدا في المخازن. طبعا بعدين بيجي توزيع المخازن وغيرها. فمراقبة المخزون يا أبنائي يعني تقلل كثير جدا من الوقت والجهد والأساليب التقليدية، لأنه بالمناسبة زمان يعني أنا حتى لحد ما أنا كنت مهني كانت في برامج فخمة جدا جدا، كانت في برامج فخمة جدا جدا بتنزلها في الكمبيوترات تحت الشركة، بتقوم بصورة ممتازة جدا بشنو؟ بإدارة المخزون من ناحية بتاع السجلات وإجراءات وتوزيع. يعني أفتكر حاسة مع زماننا هذا بتكون تطبيقات عديد نازلة على ما فيها مشكلة، يعني تشتريها الشركة، برنامج تشتري الشركة، ما أعرف ما زالت برنامج أم تطبيقات تشتريه الشركة عديد. يعني أتذكر حتى في المجالات الهندسية وغيرها، فبتدير القطع الغيار والمواد الخام وعملية فخمة جدا جدا، كانت يعني متطلب أساسي لكل مثلا مهندس عشان في شغله، وهي متطلب أساسي في 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 المخازن المربوطة بالمستشفيات والطب. فيبقى في أساليب التقليدية والدفاتر والشغلانة دي مزعجة جدا، فيبقى في برامج تساعدك جدا في مراقبة المخزون وإدارته. جميل. قال تعتمد الأهمية النسبية، نخش على حاجة اسمها شنو؟ تنظيم وظيفة التخزين. كيف ننظم المخازن، كيف ننظم التخزين في 6 شرائح. تمام. قال تعتمد الأهمية النسبية لوظيفة التخزين على حجم وطبيعة الصناعة من جهة، وحجم المنظمة من جهة ثانية، لذلك يجب أن تخطط وتنظم هذه الوظيفة حسب احتياجات المنظمة. عليه يمكن القول أنه ليس هناك تنظيم نمطي واحد لوظيفة التخزين لصالح كل المنظمات، ويجب مراعاة الاختلاف في طبيعة النشاط ومجال الأعمال عند تنظيم هذه الوظيفة للوصول إلى تنظيم يتناسب مع الهيكل العام لنشاط المنظمة. التنظيم حسب الوظائف الموجودة لوظيفة التخزين، يبقى ما في نمط معين لشنو؟ لوظيفة التخزين، يختلف على حسب الصناعة والنشاط اللي بيشارك فيه والمنظمة، وعلى حسب حجم المنظمة. ما في حاجة نمطية، كل منظمة عندها طريق، يعني تختلف طريقتها من شنو؟ من منظمة إلى أخرى باختلاف طبيعة النشاط والمجال الشغالة فيه. بعدين الهيكل التنظيمي برضه يعني لا بتوصيل، هل إذا التخزين مفصولة لحالة، هل إذا التخزين مربوطة بالمشتريات، هل طوالي مع المدير العام. فيبقى وظيفة التخزين تختلف على حسب حجم المنظمة نفسها والصناعة الشغالة فيها المنظمة، هل هي صناعة طبية، هل هي صناعة هندسية، هل هي صناعة غذائية وهكذا. فيبقى دي لها دور كبير جدا، ما في نمط واحد. هذا شنو ما تغطيه شريحتنا الأولى. أيوة 3 مرات 4 مرات اشتغلها 4 مرات. انا والله جنو جن الاحتجاج بالله، 4 مرات كلها كويس. ثاني اي احتياج انا حزود 4 مرات، 4 مرات. ما داير احتجاج انا هنا الدكتاتوري. خلاص 3 مرات 3 مرات. سامر واضح يا سامر؟ ها ما معي دباسة، سجل اسمك على كل ورقة. خلاص الدباسة فقدتها، في حد ما رجعها لي، أنا حنجحه. تمام بالله 3 مرات، ما تغضبني يا أخي.
بعدينك ما في اشتراك في القناة، ما في سبسكرايب، ما في لايك، ده معناه انت بقى ها أه؟ عملت اشتراك؟ رسل 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 اسمك لانه مين ما يكون. لا على رسائل المقرر قول لي انا فلان الفلاني وكذا عشان اعرفك انك علقت وعملت سبسكرايب خلاص؟ ما تفوت الشغل انا عشان اعرف انك قاعد تذاكر. وين يا مالك يا عمر؟ مالك الليله؟ رضي الله عنك عمر بن عبد العزيز مالك؟ اكتب الليله كتابه ما في سؤال. نقلي بس نقلي. ما عندي زمان انا، حتاخرني انت بعدين انا عارفه. قلنا ايش؟ انت يلا فقلنا ايش؟ يلا نحن مع الشريحة الثانية وقلنا تنظيم، أنا مركت برا الكادر، تنظيم إدارة المخزون يا شباب تختلف على حسب مجال المنظمة. يلا حنخش على تنظيم وظيفة التخزين، هو قاصد بها علاقتها مع الإدارات الثانية، كيف تكون علاقتها مع الإدارات الأخرى زي إدارة الإنتاج وإدارة المشتريات والإدارة المالية، وهل تكون قائمة بذاتها أو ليها شنو وسائل. نشوف مع بعض في هذه الشريحة البديعة. قال العلاقة مباشرة حيث أن وظيفة التخزين ده مع الإنتاج، يعني لازم يكون في علاقة عجيبة جدا بيناتهم، تقوم بتوفير جميع احتياجات ومستلزمات ذات إنتاج، كما تقوم بتبليغها بصعوبة إمدادها بالمواد المطلوبة بشكل منتظم في الوقت المحدد نتيجة عدد الصعوبات لمراعاة مشاكل تخزين صعوبة توفير المواد، كما تقوم بتخليصها من مخلفات عملية الإنتاج، المواد والقطع التالفة والمعيبة التي تعيق الحركة داخل الأقسام والورش. وعليه أي فشل أو إخفاق في القيام بمسؤولياتها يؤثر على وظيفة الإنتاج بالفشل. لا شك أن على إدارة الإنتاج مد إدارة التخزين بأي تعديلات في جداول الإنتاج لأخذ الحيطة والحصر. علاقة مباشرة جدا بين خطوط الإنتاج وعلى وإدارات التشغيل وشنو وظيفة التخزين، علاقة رهيبة جدا. ولازم إدارة التخزين تبلغ إدارة الإنتاج بأي صعوبات تجدها في الإمداد للمواد أو في الحفاظ على المواد، وعلى أساس أنه إدارة الإنتاج أو إدارة التشغيل ترتب نفسها على حسب ترتيب إدارة المخازن وما يتوفر من حل وتذليل لهذه الصعوبات. بعض الصناعات فيها شنو؟ فيها يعني فيها زي ما بقولوا شنو مخلفات، وفيها توالف، وفيها قطع معيبة، دي لازم إدارة التخزين تكون مسؤولة عن إزالتها حتى لا تعيق الأقسام الحركة في الأقسام والورش. أي فشل في مسؤوليات إدارة الإنتاج يؤدي إلى فشل في وظيفة الإنتاج أو وظيفة التشغيل. ولازم جداول الإنتاج تكون دائما مع شنو؟ مع إدارة المخازن، وأي تعديل فيها لازم شنو؟ يتم تبليغ إدارة المخازن. دي العلاقة شنو مع الإنتاج في هذه الشريحة. الشريحة اللي بعدها نمرة 3 تتكلم عن شنو؟ إدارة التخزين والإدارة المالية. قال هناك تبادل مستمر للمعلومات بين إدارة التخزين والمالية، حيث تهتم الإدارة المالية بمراقبة ومتابعة أعمال الجرد المخزني والتأكد من وجود الموجود الفعلي مطابق للموجود في السجلات، كما تعمل الإدارة المالية على مراقبة تكلفة المخزون ورأس المال المستثمر فيه، كما تقوم الإدارة المالية بإرسال قوائم مالية لإدارة المخزون لتوضيح تكاليف المخزن وتنصح وفق هذه القوائم بالاتجاه نحو الوفرات. علاقة رهيبة جدا وقوية جدا بين إدارة التخزين والإدارة المالية، بالذات شنو في الجرد المخزني، يعني أي مخزن فيه مسائل بتاعة عمليات جرد، فالإدارة المالية عندها علاقة بالجرد المخزني، بيتم كل فترة لازم هذه المخازن تجرد ويعرف ما لها وما عليها والسجلات تكون مطابقة للموجود في المخزن، فالعلاقة رهيبة جدا بين الإدارة المالية والتكلفة الأشياء الموجودة في المخزن. ودائما الإدارة المالية بتعمل على مراقبة التكلفة بتاعت المخزون نفسه من حيث المخازن وتهيئة وغيره ورأس المال المستثمر فيه، وبتحاول دائما إنها تكون عندها وفورات
يعني ما يكون يعني ما يكون المخازن ماخذ السيوله كلها، عشان كده عندها قوائم، وداخل قوائم الماليه بتعمل الاصول والخصوم، ولازم يكون شنو يعني في معرفه دقيقه جدا لل بسموه شنو يعني لراس المال الموجود في المخازن، وما بين الهدر ونقص المواد الخام تكون هنالك شنو مراقبه تكلفه المخزون، ودي علاقه لصيقه بين الاداره الماليه واداره المخازن. زي ما قلت لكم اداره المخازن بيجي يسموها هندسه المخازن، ستوك كنترول انجينيرنج. اداره المخزون اسمها ستوك كنترول انجينيرنج. الشريحه الرابعه بتتكلم عن وظيفه التخزين واداره المشتريات. طبعا وظيفه التخزين المشتريات والتخزين علاقه رهيبه، اي حاجه بتشتريها قد يكون فيها جزء كبير لازم شنو تخزن، فما يشترى يخزن عشان تستفيد منه في الوقت المناسب. المخازن اساسا هي عشان شنو تخدم نشاط المؤسسه وشنو تستفيد من الاشياء في الوقت المناسب. نقرا مع بعض الشريحه الدثمه هذه. قال بعض المنظمات تؤيد ان تكون وظيفه التخزين تابعه لوظيفه الشراء حسب المبررات الآتية. جاي مبررين أو ثلاث مبررين. نعم. عملية الشراء والتخزين عملية واحدة، فلولا عملية الشراء لما ظهر التخزين، ولكن ذلك يصعب تطبيقه عمليا حيث أن المنظمات لا تشتري للاستخدام المباشر دائما، وأيضا تقوم إدارة الشراء بشراء الاحتياجات حسب تقارير موظفي التخزين. الحركة الدافقة لوزنات الصرف توجب تجديد المخزون من وقت لآخر حسب وجهة نظر تلك المنظمات، وإن تبعية التخزين للمشتريات يعمل على تجديد المخزون بسهولة في أسرع وقت ممكن دون تعطيل العمل. وظيفة التخزين وظيفة تموينية، ووظيفة المشتريات هي مسؤولة عن التموين، بذلك يجب تبعيتها لإدارة المشتريات. ترى كل من الإدارات المذكورة ضرورة وأهمية تبعية إدارة التخزين لها في الهيكل التنظيمي لطبيعة العلاقة بين إدارة التخزين وإدارة المشتريات، وكيف لإدارة أن تكون تابعة لكل الإدارات. يعني في ناس بيروا أن التخزين والمشتريات يكونوا في إدارة واحدة لأنه في علاقة بيناتهم رهيبة جدا، أي شيء بيشتروا في جزء منه لازم يتخزن، فلما تكون العلاقة بيناتهم واحدة فده بيوفر إنه الناس تكون متابعة لشنو مراقبة لمستويات المخزون. أساساً وظيفة التخزين وظيفة تموينية زي ما قال، ووظيفة المشتريات هي اللي بتقوم بالتموين، فلما يكونوا في إدارة واحدة يسهل العمل مع بعض، يسهل مراقبة المخزون، يسهل التصريف والأزونات تحت الصرفات. المشتريات بتكون متابعة أزونات الصرف عشان كده بتشتري بصوره ممتازه جدا، فقال المفروض يكونوا في اداره واحده عشان تكون في وحده في تنظيم نشاطه، لانه النشاط بتاعهم متداخل جدا مع بعضهم البعض. ففي ناس بيقولوا انه الهيكل التنظيمي مفروض اداره المشتريات تشمل شنو؟ اداره المخازن، تقوم بالجرد وتقوم بوزنات الصرف وتكون متابعه، لانه الامداد من برا التموين من برا بتقوم به المشتريات، والمخازن بتمون عمليات التصنيع. فالعلاقة علاقة ترابطية جدا. ففي ناس ده تبريرهم، أول حاجة إنه عملية الشراء مربوطة بعملية التخزين، والشيء الثاني تدفق أزونات الصرف، متابعة قسم المشتريات لا بيخليه يكون متحكم في شنو في 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 إنه يمد المخازن بما تطلب، إنها هي وظيفة تموينية، فعشان كده بيقولوا انها تكون شنو في هيكل تنظيمي واحد. نمشي للعلاقه بين المخازن والادارات الاخرى وفي شريحتها الخامسه. في ناس بيروا كمان استغلاليه تبعيه وظيفه التخزين، ده الراي الثاني. الراي الاول بيروا انه التخزين والمشتريات حاجه واحده، في ناس بيروا ذاتهم لا تكون تابعه لمشتريات لا غير. قال رات وده كله بيرتبط بطبيعه المجال والصناعه الشغاله فيها المنظمة وبحجم المنظمة ذاته، ويعني رأس المال والأصول المستثمرة فيها له دور كبير جدا في تحديد هل تكون مستغلة ولا تبعية.
طبيعة النشاط وحجم المنظمة. رأت منظمات الاتجاه الآخر أن وظيفة التخزين مستغلة كسائر وظائف المنظمة وإداراتها المختلفة، وأن أهميتها واضحة في التأثير على تكاليف العمل، ومن الأفضل أن تكون مستقلة كسائر إدارات ووظائف المنظمة، وأن تؤول تبعيتها للمدير العام طوالي كوحدة إدارية، سواء كانت إدارة أو شعبة أو قسم أو وحدة. ولكن يؤخذ على هذا الرأي نقص التنسيق بين إدارتي التخزين والمشتريات اللتان تمت الإشارة إلى أن عملهما يكمل بعضهم البعض، شراء فتخزين ما تم شراءه فصرف ما تم شراءه ما تم تخزينه. عليه ظهرت إدارة المواد التي تضم وظيفتي الشراء والتخزين، وأن يتم تقسيم العمل في إدارة المواد إلى قسمين الشراء والتخزين، وأن يكون لكل قسم رئيس مسؤول يتبع مباشرة لمدير المواد. إن الدمج بين وظيفتي الشراء والتخزين يخفف من المشاكل، فالدمج بين الوظيفتين يؤدي إلى تحقيق عدد من الفوائد، تحقيق أكبر قدر من التعاون المطلوب ومنع الخلافات، سهولة نقل المعلومات والبيانات، منع الازدواجية في العمل والسجلات، أسرع في إنجاز العمل. قدم بسيط كده الناس اللي بيروا الاستغلالية، لكن تاني قال الاستغلالية دي فيها مشكلة. يعني قال في ناس بيروا أن وظيفة التخزين وظيفة مهمة جدا ومفروض تفصل في إدارة قائمة بذاتها زي الإدارات الأخرى، لكن تتبع للمدير العام مباشرة. مرات الناس في إدارات مهمة جدا يتبعوها للمدير العام مباشرة. يعني أنا أتذكر في واحدة من الشركات الصناعية دي كان المسألة بتاعت الورشة بتاعتهم المركزية، لأنه بتقوم بتصنيع الإزبيرات المربوطة بالشغل بتاعهم، فكان تبعيتها مباشرة إلى المدير العام، تتبع مباشرة إلى المدير العام. جميل. لكن يعني يؤخذ على هذا الرأي عدم التنسيق مع شنو، مع إدارة التخزين. دائما الناس لما يكونوا في قسمين مختلفين حتى لو كانوا في شركة واحدة بيكون في نوع بيناتهم من التنافس، وبيكون في نوع بيناتهم من شنو، من إنه كل إنسان داري يعمل العيب والفشل في الآخر، فيه طبيعة إنسانية بين الأقسام والإدارات. عشان كده قال المسألة دي الوظائف دي متداخلة جدا التخزين والشراء، فقاموا ابتكروا حاجة جديدة اسمها إدارة المواد. اسمها إيش؟ إدارة المواد، تشمل الوظيفتين الشراء والتخزين، عندهم مدير واحد، أو ده كله زي ما شايفين الفوائد التعاون، لأنه كل من الناس كانوا في إدارتين مختلفتين مهما كان بيحصل تنافس، المعلومات سهلة، السجلات ما مزدوجة، وأكيد يؤدي إلى سرعة. ففي النهاية يعني المقرر يعني مال إلى إنه شنو، وظيفة التخزين ووظيفة الشراء تكون في حاجة واحدة اسمها إدارة المواد، والمقرر قبل كده كان اسمه إدارة المواد، لكن وسعوه طبعاً وبقى داخل شنو، اللوجستيات، عشان تبقى المسألة المواد دي تدار كلها من نقلها وتحريكها وتصنيعها وهل مجرد، فبقى الكلام أوسع. في الشريحة الأخيرة بيتكلم عن علاقة التخزين بالمبيعات، منتجات الشركة، مخرجات الشركة. قالت تتبسط طبيعة العلاقة في الخدمة التي تؤديها وظيفة التخزين لوظيفة المبيعات هي توفير المنتجات كاملة الصنع في الوقت المطلوب بالجودة والمواصفات المطلوبة، وبالمقابل على إدارة المبيعات التنبؤ بحركة المبيعات المستقبلية وتوفير المعلومة لإدارة التخزين قبل مدة لتهيئة الطلبات وتوفيرها في الوقت المحدد دون تأخير. يبقى جزء من مهمة وظيفة التخزين إنها شنو، تخزن المنتجات الكاملة الصنع، عشان يجي قسم المبيعات ومندوبي المبيعات ورجال المبيعات يبيعوها في الوقت المطلوب وبالجودة التمام والمواصفات المطلوبة. فإدارة التخزين مفروض بعد ما تم التصنيع الكامل توفر هذه الأشياء لرجل المبيعات بالكمية المطلوبة في الوقت المطلوب وكذا، لكن كمان على إدارة المبيعات إن توفر تنبؤ ممتاز جدا بشنو، مساحة التحرك بتاعها، عشان كمان إدارة التخزين تكون جاهزة في ترتيب كل المسائل لحد ما تصل لمنتج متكامل، لأن إدارة التخزين بتغذي كل المراحل، كل مراحل التصنيع بتغذيها لحد ما تبقى منتج كامل. بقت منتج كامل دي كمان برضو ده التخزين لازم توفره لرجال المبيعات، فدي العلاقة. لكن رجال المبيعات لازم يكون عندهم تنبؤ جيد بالسوق بتاعهم، يعني عندهم بحوث تسويق ممتازة. هنخش في حاجة تانية اللي هي علاقة التخزين بالنقل، ده طبعا باب كامل النقل والمناولة هنتناوله يعني إن شاء الله. ف
فقال تقوم وظيفة التخزين بتحديد وتوضيح مواصفات المواد والبضائع المنقولة وكيفية نقلها ومناولتها وتوضيح الإدارات الطالبة لها، كما يجب على إدارة الحركة توفير التسهيلات المطلوبة لتحقيق السرعة في عمليات النقل والمناولة وتوفير معدات ووسائل النقل والمناولة وتوضيح الظروف التي قد تؤخر التسليم والتجميع. هي كلها شنو يعني العلاقة بالنقل والمناولة، لازم تتعرف طبيعة المواد والبضائع المنقولة والكيفية اللي ممكن ينقلوا بها والسرعة داخل المخزن وخارج، يعني يعني المخازن مربوطة بالحركة اللي هي النقل والمناولة، لازم تكون الأدوات تمام، الظروف تمام، البضائع ذاتها معروفة كيف، لأنه في بضائع قابلة للكسر، في بضائع قابلة للتلف، دي كلها توفرها إدارة المخازن وعلاقة قوية جدا مع إدارة شنو مع النقل والحركة. مسؤوليات ووظائف التخزين سريع في 4 شرائح، قال أولها التمييز، نمشي عليها سريع، التمييز جميل جدا، الاحتفاظ بالأصناف جميل، الاحتفاظ بالأصناف، دي ما في الاحتفاظ بالأصناف، استلام المواد دي مفروض تكون هنا 3 حسابات، استلام المواد، الصرف للمواد وزنات الصرف وشنو ومراقبة المخزون، كله كلام تقريبا يعني تكلمنا عنه وجاء في عرض الكلام. في حاجة اسمها المحاسبة المخزنية، أكيد درست محاسبة، بدايات المحاسبة كلها الأصول والدفاتر المختلفة والقوائم المختلفة، جميل، والمطابقة حسب المواظفات، أيوة، ونقل المعلومات للسجلات والتحويل بين المخازن وحماية المخزون، جميل، دي الإدارات المختلفة يا شباب، الهيكل التنظيمي لشنو لإدارة التخزين. عندك وحدة الاستلام دي بتم فيها الفحص والتأكد من الاستلام، ودي وحدة التمييز بيحصل فيها التنويع، ودي وحدة الأمن للحراسة والحماية والسلامة والبيئة، ودي المخازن، ودي وحدة المناولة بتشتغل داخل المخازن، ودي وحدة الرقابة بتراقب السلطة على المخزون، ودي السجلات وحدة الأرشيف فيها كل السجلات. ما زلنا مع مسؤوليات إدارة المخزون، جميل، أكيد يعني فيها زي 4 يعني مهام مهمة جدا لازم تراعى. أول حاجة ما يكون في تلف، جميل، وما يكون في انخفاض في مستويات المخزون، مشكلة كبيرة جدا، والمحافظة على المنفعة الزمانية للمخزون وتحقيق المنفعة النوعية للمخزون وتوفير المستلزمات لخط الإنتاج في المنظمات وإنتاج الطلبيات الملحة في الوقت المناسب، هي كلها من مسؤوليات ومهام إدارة التخزين. حنخش على نقطة مهمة جدا وبرضو نتناولها سريع، اللي هي شنو مركزية ولا مركزية المخزون، حنتناول فيها سريع في 6 منشآت، يعني هل التخزين يكون مركزي ولا ما مركزي، ومزايا مركزية التخزين، المزية الأولى والمزية الثانية، ومشاكل مركزية التخزين، ومزايا لا مركزية التخزين، ومشاكل لا مركزية التخزين، والجمع بين النظامين، والمركزية النسبية. دي تقريبا العناوين الرئيسية، وخلونا نكتبها عشان نمشي عليها سريع. أول حاجة عندنا شنو؟ عندنا المفهوم، مفهوم المركزية ولا مركزية في التخزين، مفهوم عندنا مفهوم المركزية واللا مركزية في التخزين، في التخزين دي واحد، وعندنا بعد ذاك مزايا مركزية التخزين، وعندنا بعد ذاك ايش مانو يا اخي، يا الله يا اخي، تمام،
وعندنا بعد ذاك عندنا المزية الأولى والثانية، خليها يبين نشوفها بعدين بالتفصيل في الشرائح، ومزايا مركزية التخزين، وعندنا مشاكل مركزية التخزين. مشاكل مركزية التخزين. جميل. وبعد ذاك ننتقل إلى لا مركزية التخزين، نبدأ بشنو؟ بمزايا مزايا لا مركزية التخزين. وشنو مشاكل لا مركزية التخزين؟ طوالي. مشاكل لا مركزية التخزين. الجمع بين النظامين، المركزية ولا مركزية في التخزين؟ الجمع بين مركزية ولا مركزية التخزين. الجمع بين مركزية ولا مركزية التخزين. وأفرد حاجة إلى اسمها شنو؟ المركزية النسبية. فدي الموضوعات بتاعت مركزية ولا مركزية، مفهوم مركزية ولا مركزية التخزين، المزايا بتاعت مركزية التخزين، مشاكل مركزية التخزين، مزايا لا مركزية التخزين، مشاكل لا مزايا مركزية التخزين، الجمع بين مركزية ولا مركزية التخزين، بعدك حاجة اسمها المركزية النسبية. نمشي سريع على الشرائح. زي ما شفتوا قال تواجه معظم المنظمات الصناعية والتجارية صعوبات تتعلق بتأدية الخدمة بكفاءة وبأقل تكلفة ممكنة. إحدى القرارات الإدارية المتعلقة بسيادة التخزين هو قرار المتعلق بمركزية ولا مركزية التخزين، يعني هل الشركة تكون مركزية في التخزين ولا تكون ما مركزية في التخزين. المقصود بمركزية التخزين تجميع جميع الأنشطة والعمليات الخاصة بالتخزين في مكان واحد وتحت إشراف مدير واحد. أما لا مركزية يقصد بها وجود أكثر من مخزن مخصص لخدمة جهة معينة. قرار مهم جداً، كيف إنه يكون التخزين بتاعك مركزي ولا لا مركزي، تحكم أشياء كثيرة جدا. المركزية مقصود بها إنه كل النشاطات دي تكون تحت إشراف مدير واحد وفي مكان واحد، مكان دي مهم يا جماعة. أما اللا مركزية إنه تعمل مخزن مخصص لكل شعبة أو لكل جهة أو لكل نشاط. دي الشريحة الأولى. قال مزايا مركزية التخزين، تحقق مركزية التخزين مجموعة من المزايا، يمكن تقسيمها إلى مجموعتين من المزايا. المجموعة الأولى مزايا تتعلق بوظيفة الإدارة المخزنية، الثانية مزايا تتعلق بالنواحي المادية. تتعلق بالوظيفة المخزنية قال حيث أن المخزون موجود في مكان واحد يساعد ذلك على دقة وسهولة الرقابة والإشراف على العمل المخزن، سهولة الإجراءات وعملية صرف المخزون للإدارات لأن المخزون موجود في مكان واحد، سهولة الحصول على البيانات والمتعلقات والمعلومات المتعلقة بالمخزون، مستندات واحدة للاطلاع. فدي قال المزايا من المجموعة الأولى تتعلق بالإدارة المخزنية نفسها. أول حاجة كلها في مكان واحد يسهل مراقبتها بدقة والإشراف عليها، بعدين إجراءات الصرف بتكون سهلة لأنها من مكان واحد، بعدين البيانات والمعلومات كلها بتكون في مكان واحد ومستندات واحدة يمكن شنو الاطلاع عليها. دي المجموعة الأولى متعلقة بالإدارة. أما المجموعة الثانية متعلقة بالنواحي المادية، الوفرة في تكلفة الأراضي والمباني، الوفرة في تكلفة المناولة ما تحتاج إليه من معدات، الوفرة في الأعمال المكتبية والسجلات والمستندات. أنت مخازنك كلها في حتة واحدة أكيد حتوفر مبنى وأراضي، المناولة سهلة لأنه كله في حتة واحدة، النقل والمناولة والمعدات أقل، السجلات والمستندات كلها شنو في منطقة واحدة. مشاكل مركزية التخزين قال بطء عمليات الصرف خاصة للفروع البعيدة جغرافيا. أيوة، يعني إذا كانت مؤسستك منتشرة مركزية التخزين بالنسبة لك مشكلة لأنه لحد ما تصرف وتودي فتبقى مشكلة. زيادة احتمال حدوث الحوادث لأنه قد يحصل تزاحم، بيحصل شنو ازدحام.
ارتفاع معدلات الخسارة عند حدوث حوادث نسبة لجميع المحتويات في مكان واحد. تمام، يعني الخسارة تبقى يعني لو قامت حريقة مشكلة لأنه كلها في حتة واحدة. حريق بس لو قام حريق مشكلة، لو قام فيضان، لو قام تلف، كلها في مكان واحد، دي من العيوب. توقف العملية الإنتاجية عند حدوث حادث طارئ مثل الحريق، هاي يعني المصنع حيقف لأنه كل حاجاته في حتة واحدة، وقام حريق ولا حصل زلزال ولا حصل ايش ثاني ممكن إغراق ولا أي شيء، فخلاص حيقف الإنتاج. يلا بعد كده ننتقل إلى مزايا لا مركزية التخزين. انخفاض تكاليف الحوادث، لأن الموجودات قليلة في مكان واحد، زي ما بقول أنت ما خاط البيض في سلة واحدة موزع. السرعة في توفير الاحتياجات المختلفة لفروع المنظمة، توفير الحاجات المختلفة، إنجاز الأعمال المخزنية بدقة لقلة المهام نسبيا في المخزن الواحد وحجم العمل بوجه عام مقارنة بالمخزن المركزي. يعني أنت بدل ما يكون عندك مخزن مركزي أعماله كثيرة جدا، بتتوزع هذه الأعمال على المخازن المركزية، المخزن يحول عليها على طول. برضو في قلة في المخزون هتقل الحوادث بالتالي، وهتقل شنو أي احتمال لشنو لأي حاجة من الحرائق. جميل. مشاكل المركزية في التخزين تتطلب أموال كثيرة مستمرة في المخزون لتعدد المخازن، لأنك أنت بتبني مخازن كثيرة، هتحتاج لمواصفات كثيرة للمخازن، هتحتاج لمناولة كثيرة للمخازن، ده كله صرف بتاع أموال. صعوبة الإشراف والرقابة على المخزون لأنه بقت الشغلانة بقت شنو منتشرة. ارتفعت التكاليف الإدارية، الأعمال الورقية والرواتب كل مخازن على جهتها في حتاتها، دي شفتها من مشاكلها. قام يتكلم عن شنو؟ على الجمع بين النظامين بناء على ما ورد من مزايا وعيوب بين المركزية ولا المركزية. على المنظمة دراسة الأمر جيدا لاختيار نظام التخزين الذي يتناسب مع طبيعة عملها وأنشطتها وإمكانياتها لتحقيق التخزين بأقل تكلفة ممكنة. يبقى اختيار إنه التخزين يكون مركزي ولا لا مركزي مربوط بشنو؟ بالشركة ذاتها وطبيعة نشاطها زي ما أنا قلت لكم، والحاجات والحجم بتاع الشركة ذاتها واستثمارها. قال إن المنظمات الصغيرة لا تواجه مشاكل أو صعوبات في تنظيم مخازنها مركزية أو لا مركزية، فيمكن أن يكفيها مخزن أو اثنين لتغطية احتياجات إدارتها المختلفة. مشاريع الصغيرة ما 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 عندها مشكلة في إنه مخازنها تكون مركزية ولا مركزية، ما بتواجه صعوبات لأنه ذاته أشياء بسيطة وكذا. لكن الأمر مختلف بالنسبة للمنظمات الكبيرة، خاصة ذات الفروع في المناطق الجغرافية المتباعدة. ففي معظم الحالات تتجه المنظمات للمزج بين النظامين، وهما يعرف بالمركزية النسبية، وتكون حجم المركزية أكبر أو العكس حسب الظروف الخاصة بكل منظمة. يعني إذا كبرت، يا عمر ممنوع الاتصال أثناء المحاضرة، عمر بن عبد العزيز رضي الله عنك، زي ما شفتوا مرات في مؤسسات كبيرة لازم يكون عندها فروع مخازن، ولازم يكون في نظام يجمع بين الاثنين. مخزن كبير مركزي بيوزع لمخازن بتاعت فروع لكل منظمة، مخزن كبير يقوم بالإجراءات الرئيسية ويوزع بعد ذاك للمخازن الأخرى. لازم، ودي النسبية دي حسب حجم كل منشأة أو حسب حجم كل منظمة، حسب انتشارها وفروع الجغرافية في المنطقة. المركزية النسبية قال نظام الجمع بين المركزية واللا مركزية في التخزين يقوم على أساس تبعية عدد من المخازن إلى مخزن واحد رئيسي يكون له وحده حق الاتصال مع الخارج والاستلام زي ما أنا قلت لكم، كما يتم فيه التخزين جميع الاحتياجات والأصناف التي تستهلها ذات المشتريات. هذا المخزن يدير ويوجه جميع المخازن الفرعية الأخرى. ممنوع الاتصال أثناء المحاضرة، ها؟ الفرعية الأخرى وله حق إصدار الأوامر. ده مخزن رئيسي متسيطر على جميع المخازن الفرعية، بيستلم كل احتياجات الشركة، وهو بيقوم بعملية الفحص والاستلام دي حقته. بعد ذاك هو بيصدر الأوامر وبيتحكم على كل شنو الفروع بتاعته. جميل. أما المخازن الفرعية دي النسبية اللي تابعة للمخزن الرئيسي، فيها تخزين الأصناف التي يحتاجها قسم معين أو فرع معين إذا كان المنظم أكثر من فرع، وليس بالضرورة أن توجد به جميع الأصناف المتوفرة في المخزن المركزي. أما يعني المخزن الفرعي ده بيكون أساساً مربوط بوحدة أو بقسم أو بفرع كامل، فما بالضرورة تكون فيه كل الحاجات. مرات في حاجات بتمشي لمخازن فرعية أخرى حسب التخصصات وحسب طبيعة الشركة. أما في حالة الفرع البعيد جغرافياً فيتم توفير احتياجات عن طريق المخزن المركزي ونقلها مباشرة للمخزن الفرعي لتقليل تكاليف النقل. إذا كان الفرع
بعيد جميل، فالناس بتنقل له كل الاحتياجات مباشرة عشان شنو؟ عشان تقلل تكاليف النقل. طبعا دي النسبية مرات يا سيدي، حتى المخزن بتاع الفرع زي ما شفنا في المشترى في شنو كان في المشتريات، يمكن المخازن لازم تكون إدارتها سنترال، لأن المسألة مربوطة بالإنتاج والتصنيع والتصنيف والاستلام لأن الجودة. لكن تذكروا في المشتريات ممكن يكون فرع المشتريات غايم بذاته، يعني يشتري من من الأسواق المحلية، لكن هنا في المخازن لازم يكون في مخزن مركزي للشركات الكبيرة المنتجرة، هو اللي يقوم، لأنه دي مربوطة بأنه المادة الجيدة بتخلي المنتج جيد، بتخلي السوق الحصة السوقية بتاعتك عالية يعني جدا. كده أنا أكون غطيت المحاضرة اليوم، وإن شاء الله هالمسألة أنا حعمل فيها فيديو خاص أشرحه. عجبتني الطريقة كده، حوجه الموبايل واشتغل على الورقة أشرح لكم، أكيد حتعجب ياسر عسيري. وين ياسر؟ أيوة إن شاء الله حأشرح المسألة شرح جميل. خلاص كويس، أكيد حتكون لقيتكم فيها صعوبات لأنها شوية كده متداخلة، لكن إن شاء الله أنا حأشرحها بالتفصيل واكتبها زيكم 3-4 مرات وأضبطها لكم وأشرحها. يبقى أنا أكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نواصل موضوع واحد لكنه دسم جدا، اللي هو شنو؟ مراقبة. ده أهم برضو، ده يعتبر العظم أو يعتبر الكور، يعتبر الجوهر في المسألة تحت المخازن، اللي هي شنو؟ مراقبة المخزون. مراقبة المخزون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.